أحلام فيكي شي؟ هاي خمر تعمي داخل نفسي عم بسم الله عليك نفسك عم تلعي؟ عن حق عم تحكي يا أحلام؟ أحلام حبيبتي إذا الله ما كذبني أنت حبلي ما عاد تسمع صوت أحلام يا بو أحلام أحلام ما تحملت مسكين ماتت وهي عم تولد بعد ما توفت أمي يا أحلام تعبت كتير كتير ويلي بيتي ويلي شغلي ويلي ابني شريف لك وين تركتيني وين تركتيني لحالي بهالمعمكة هي والله تعبت الله يرحمك يا أمي ما فهمت عليكي أكيد تقبرني أنت ما بيهون عليك أنا أقعد مع رجال كبير ومكحكه وأخدمه لهيك روح أمن له بيت حتى يعيش فيه صوري يا أحلام بدي يعني أقعد عند عمته في ريال وأنا اللي ربيته كل شبر بندر قلت لحالي بضل عكازة كبرتي طلع متضايق من وجودي بالبيت ولا صرت بتمنى أن يكون جنبك بس هيك إرادة رب العالمين شو بدي أعمل الله يرحمك ويرحمنا أجمعين يلا بخاطرك رح ضل تزورك
اعطيها. لك اهلين تقبروني. اهلين اهلين باخي، اهلين بنور عيوني. تفضلوا تفضلوا. فوت يا ابي فوت. لك يلا اخي تعال فوت. فوت اهلا وسهلا، نورتوا. فوت اخي فوت. فوت يلا حبيبي فوت. انا بدي روح، عندي مشوار، برجع لك. سلام. سلام. شو يا شريف؟ الرامي لأبوك ببيت عمتك. شو هي راميم ورامي عقيد؟ شو الزلمة قاعد ببيت غريب؟ قاعد ببيت أخته. مزبوط بيت أخته، بس أنت بتعرف لك عمي إنه وجودك بسبب أبوك. مو بس هيك، أبوك وقت كان شب وبقوته وبعز شبابه ضحى بكل شيء مشانك، لك ما رضي يتجوز مشان ما يجيب لك خالة مرت أبت مرمتك، وما رضي يزدك عن خالتك وعمتك، قعد فوق راسك ورباك ورعاك هيك تتجاهله؟ معقول؟ وما الجزاء الإحسان إلا الإحسان يا ابني. عمي أنا بعرفك رجال وشهم وأبضاي وزكرت، بتروح بتجيب أبوك وتقعده عندك، انت ابن اصل. مثل ما عم يقول لك العقيد، روح طخي على ايديه، طخي على رجليه، بوسه واستسمح منه وقول له سامحني يا ابي. وبنصحك نصيحه، نصيحه لوجه الله، قبل ما تندم يوم لا ينفع الندم، قبل ما يموت ابوك وتتعسر على حالك، روح روح له دخيلك يا أبي سامحني، دخيلك سامحني. ومثل ما قلت لك طخي على إيديه ورجليه وبوسه. وبنصحك للمرة الألف، أنا هلأ عم قول يا ريت أبي عايش، يا ريت أبي عايش لحتى ضمه وبوسه وقل له أبي يلي بدك يا هات لساوي لك يا، يا ريته عايش. وضل عم بكسب رضاه بقى، الله يهديك ويصلحك إذا ما اللي بقول لك عليه. ابني فكر بالموضوع منيح، كل شيء بيتعوض بهالدنيا الا الاب ورضا الاب يا ابني. كل شيء بيتعوض الا الاب. اني غلطان، جاي اطلب السماح منك. مني انا؟ ليه انا شو عملت لي؟ ما عملت لك شيء عمتي، ما عملت لك شيء. قصدك تطلب السماح من ابوك، مزبوط ولا لا؟ مزبوط عمتي، ومن بعد اذنك اذا بتفوتي بتندهي له وتخليني فوت لعنده. لا انت خليك هون. أخي أخي تعال. خير أختي خير. شريف بده إياك. يا أبي أنا بعرف إنه وقت الحق، بوس إيدك تسامحني يا أبي. بس يا ابني حرمتك ما بدها يعني بالبيت، ما بدها يعني. ولك ما فشلت عينا يا ابي، انت صدر البيت لإلك والعتبة لإلي، يلي بدك يا انت رح يصير. كنت اللي كبرتني وتعبت علي ووصلتني لهون، بترجاك وبوس ايدك يا ابي تسامحني، انا غلط بحقك والله، لحطك على راسي من فوق يا ابي، وانا ما عاد بدي بالدنيا كلياتها غير رضاك، رضاك وبس يا ابي. ما
بوس ايدك يا بلاد، بوس ايدك. عمتي مشان الله تسامحيني. عمتي بدي وصيك وصيه، اللي ما في خير لاهله لا تنتبه له. بكره الله بيطعمك اولاد وبيعاملوك نفس المعامله. بقى دير بالك علي عمتي، الله يرضى عليك. ايه امرك عمتي، دير بالك علي امرك. تيسر على بيتك اختي، تيسر. الله معك. محتاج راسي شغلي. الله يهدي البال. شو شريف؟ أرجعت أبوك على البيت؟ إيه، أبي رجع على بيته. قصدك البيت اللي هو سجل لك إياه باسمك. اسمعي ريم، اسمعي هالكلمتين اللي حقلك ياهم منيح، وحطيهم بأذنك كتير منيح. أبي رح يضل ببيته معزز مكرم، وما حدا بيقرب عليه بالعالم كلياته. بس شريف، بدون بس وبدون ما تقاطعيني. لك هذا أبي، مثل ما أنتي أمك غالي عليكي وبتخافي عليها وبدك رضاها، وأنا هذا أبي كمان، ومن حقي إني خاف عليه. وأصلاً أنا ما عاد بدي من الدنيا كلياتها غير رضا علي. إيش كان عجبك هذا الحكي؟ يا أهلا وسهلا فيكي. وإيش كان ما عجبك؟ خلي كل واحد يروح من طريق. شريف أنا بحبك. وأنا بحبك، بس من اليوم ورايح أبي خط أحمر. ولك يا باطل علي، يا باطل علي، يوم اللي سمعت كلامك وزديت أبي برات البيت، بس أنا وين كان عقلي؟ ما كنت عم بعرف شو أنا عم بعمل. بس هذا الشيء كله منك أنت. إيه منك. وأنا مستحيل مستحيل إني أرجع عيد هذا الغلط اللي أنا وعيت فيه. استغفر الله العظيم. لك يا بنتي، ابن عمك معه حق. وسيامو؟ لا بس ولا شيء، ابن عمك حكى اللي عنده. يا بتعملي مثل ما بدي يا بتعملي مثل ما بده، واللي ما فيه خير لأهله ما فيه خير لإلك، فهمتي؟ ابن عمي حقك على راسي من فوق، وأبوك هو أبي، ولحدكم أنتوا الاثنين بعيوني. الله يرضى عليكم. يا هاي ريم اللي بعرفها.